المشكلة الإفراغ والنتين ديج المشكل عويس عويس جدا ديال المغرب تعانى زيكس العائلين قيت مثلين قيت نين العائلات ومع التوضيح أكمرة ما غنين العائلات مشكل الإفراغ قيت الدولة المتمثلة قيت طرفين رئيس الحكومة ذا مصلحة مياه الغابات قيل حسيمة الميد النغ رئيس الحكومة ذا مصلحة مياه الغابات لأنه نها وميطفغ أول دعوة استعجالية زي القضاء وفي غذاقس المدعي علي المدعي الدولة المتمثلة في رئيس الحكومة ذا مصلحة مياه الغابات جي الحسيمة المدعي عليه موظف ضعيف إسماعيلي عبد القادر وثمانية والدينو فعلا الوالدينو يضحى الحياة تنس جمية والغابات الوالدينو يخدم بالنفس والغالي جي المصلحة حياة ثانيتين إلى حدود أنه توفى غاكيسن يخدم كيسن لمدة 39 سنة كيف يعقل أنه إنسان يخدم في المصلحة 39 سنة يعوض ثميس النغنيط ماشي يعوض ولكن إلى يخدم قبر يعني إلى يومنا هذا عاد يخدم ويسد نفس المصلحة قام عليك راشين مصلحة النغنيط يمكن كاين شي حاجه نغنيط يمكن تقبر ولكن نفس المصلحة نتات إيش السفون الرخزي دعتني ميك تجيل ونقاشيت الدات وخا باش يكعاود وقت الدات قنشي نوثفيت 1974 ونهاو ميت نوذف قلت نوفي شي رقصة نوفيت الدات ثاذر وميت السيف ديني لأنه الوالدينو يخدم قيشين الظروف المغني تتمين شعيني قاسية قاسية جدا نهاو ميت نوذف نبدأ الإصلاح نبدأ نعدري نبدأ نتقسطة 12 نبدأ نتقسطة مصاريف النظر بدون مساعدة الدولة بدون مساعدة الدولة باش هذه السن الرأي العام بدون مساعدة الدولة زين عاشين زين مالنا الخاص يعني تعوض يغاوشين الدولة العائلة يعني العائلين التعويض النفسي التعويض المادي خسان بالفعل خط الداتا وأمو خط تزاد عاد كي فيديو يمكن إن شاء الله مخت جات الداتا والسينتي على أساس أنه ذو الموظف أكيسن في التمزياروت وبلوس إلى إجا كيسن يعني قبر كي جنت الدهت المغنيت كي توريس يعني رجا كيسن كي توريس زي توريس اسمو تينثي دغا الحسيمة لأنه إلى ذين ظروف قاسية للعيش يعني كاين يعني يناض الخماني مني باش تيد نهو ميثي وين وين تيد غاي مزان يعني نصدق مزان وزق مزان نسيد غا الحسيمة كي السنة ذاك النيا كي 74 ونهو ميد نسى 74 أمور ذاك النهار في الدعثيرة تهدر تكمل وما عليناش نعذريت نصرحيت ستين ماين سبانتورين كل شي نس إلى حدود 1978 باش أتيري يعني خسمينس يعني قانونيا يبدا يتخجاسيت إذا يتخجاس يعني إبدا يتم الاقتطاع من طرف الأجرة زي الوالدين يعني وفق من الجان روح جي ثوريقين تساور يعني تم الاقتطاع 1978 إلى حدود أنه يتوفى الوالدين ومي توفى الوالدين يتوفى مسكين 1988 1987 على 1987 دونك في قيم المعاش الوالدين قيم المعاش ديك غاين يقول ما رسم من المعاش قد المعاش يعني ابن ميت معاش غا الدولة مش حيرت خالص الوالدين إلى يومنا هذا ويسنقسن الزكس مؤخرا يجن 50 درهم تخارس 391 درهم كيف يعقل أنه شكل عائلة يتصف وغط زيت الدات غاس قل معاشين 391 درهم أطح واش تخرى واش أتسقط الدات واش تبني واش أتسغ دوينس إجان روح الوالدين تعانى أمراض مزمنة
مرض التنسيون، مرض مجموعة من الأمراض يعني وفق شهادة الأطباء وجبوا السوار غميوها يعني مجموعة من طريق ناقنتا غير الشهادات نظبيبا نيغ أترهاق العائلة ينس إجا إراغ إجا ومي توفى إجاز تسعة حنجة جي 1995 ياريت خسمينس من أجل لأنه أنت موظف كيسن ياريت خسمينس باش أتف توقيع الاقتطاع زي مندا أيوة. يعني باش تتم هذه كمر يمين يبقى الوليد يعني باش تبدا في الدهني يعني قانونية يجا وفي نفس الوقت تشيش نحاجت أنه يطالب ستفويت الأملاك المخزنية ما ركيد ديك سكتازي 10 سنين أوتوماتيك متعقب من وني تستغل حسب الظاهر المغرس قان 99 على ما أظن دي الجريدة الرسمية منايا موجود دي 1999 الظاهر الجريدة الرسمية يتقرر على أنه الإنسان ما راه موظفك الدولة يصدق جنت الدات لمدة كتازي 10 سنين 10 سنين وقت الشخصي يعني منش وغاشي التحقيق تعقب أوتوماتيكمون في الدات المصروخ هما حاليا أقف دي ستة تبارك الله يعني خمسة حنجان تمغاف يعني ستة تبارك الله أن يحفظ رب العالمين طيما ثشي باني ثينو ذي الأخينو ذي جن أختينو ذي النش أقنقي ثدات قلواليدة روح حاليا تتعزي المجتمع المدني زي الجماهير الشعبية زي أمخت الجل حسين ماروخ زي الحراك الشعبي على أساس أنه التضامن ذي كثيف ماشي غير أقل عائلين لكن أقل جميع المتضررين قام كني من جاروخ إريد جد مسوخي إريد جد رخرا إريد جد رخرا يوذان إني دل تحقن جميع سكول شي السن يعني السننانا سكول شي السننانا وفينا نغذين وجي نوفيث الدين مع العلم انه يرد رخرا كيسني مسلاحه والسم شحال انكارو وسند الشنطه وينس وسند الشردن العائله